كرمال عيونكم كبرنا الجائزة وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقة الفل تعود إليكم. أنت بتعمل على الموبايل إيه يا ولد؟ أنا ببعت للأغ. أغا؟ أنت بتعرف أغوات يا ولد؟ مصطفى الأغا ما بتعمل طبقة الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي أنت فيه. بضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح وفاكر نفسك فهلاوي. يا ابني أنت هبل وريالتك تملى طش. هو جلب وموز لسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة إلا دمك يا بعيد. أنا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغلي إيه بقى يا ماما يا عم؟ أنا مش رايح البنك تاني. يا لهوي! يا خدتك في ابنك يا رجاء! يا دي الشيلة ويا دي الحطة! رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة إيه وجمل إيه؟ أنا اشتغلت إنترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم ما هيديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطع ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنة المالية. لا مدام راس السنة المالية يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح ما تقوم تفتح عشان تكمل شلة المعاتيه. بالراحة، بيوت الناس لها حرمة. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمة. يا صالح في ايه؟ خير جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه؟ يا حضرتك خش يا عم، في ايه؟ خش. السلام عليكم، زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر يا طنط. الا قولي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا بينا خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. انا جعان قوي والله. يلا اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا يا مصالح انت. ايه مصالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديوني؟ جرايا يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا. عايز تضربني؟ جرايا يا مصالح في ايه؟ ما تضرب. الله خلاص يا صالح، صلي على النبي انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه، صلي على النبي بس. معلش ضيف برضه. وطي. لا انا اضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر حاضر. ايه انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزباله. روح ارمي ارميها في الزباله. خلاص معلش يا صالح، خلاص بقى معلش. خش اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحه ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحه دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زقرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما؟ يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمره ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها، انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف يعني؟ انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده. لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم وضيعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه، نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنه. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل. انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى قسمة العدل ولا لا؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود انا اسرق بنك؟ لا انا مش هعمل كده. لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس بجد مش فكه،
ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص؟ تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح وابوك يشوف نجاحك بعينيه. ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل. مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم. هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. بسم الله عليك. بيقول هنسرق. بس بالراحة بالراحة. ده سوقي ده اسمها استلاف، عملية استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغاية بكرة. هفكر فيها وانتوا برضه تدوروها في مخكوا كده. أنا مش هدور حاجة في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس أنت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازما السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ تقروا اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت وجنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. ها صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش. ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا. ها بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو. مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع. صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص بس عندي. بلغ خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت بتعمل صحوه مكانك. ايه بتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا كنا جايين نسرق البنك. مين حضراتكم؟ بصرة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زملاء يا ابني خلاص بقول لك حرامية. مالكش دعوة بيا. اثبت شاد انت وهو. اللي هيتحرك مكانه هفجر نفوخه. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ هو عزة؟ يا ابني اقول لك خلاص. ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي السلاح اللي جنبك ده ياه. ليه يا شبخ؟ ما الحاج قال لك اللي احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. يخص بتسرق مكان اكل عيشك؟ دي شغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه غلطه والبني ادم غلط. طب تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جيت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يا انت هتشحت. في حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، كل اللي في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك. الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا كنت جاي اسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله واحنا هنمشي وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام. هتطلعوا فوق يعني؟ هتطلعوا فوق. خلاص سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مختبر العمر، اديهم فرصه تانية. تشانس. احنا جايين نربي اجيال. تعال عايزك ثواني. ده انا تعال عايزك. صالح هما بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده؟ اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه؟ هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها. سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا كفايه علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هم فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه؟ احنا اتفقنا. دخول البنك والسيطره عليه بتاعي. ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لو انا عارف ان مفيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا يا شوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك. حضرتك اغص عليك يا زمن. ولو جه اليوم العيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه يا بابا؟ مش سامع يا بابا.
يا ريت صوتي على شوية. آسف يا بابا بس برضو ما مفيش بس. خلص الكلام. هي كلمة أنا قلتها. هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا أخي عشان ربنا يبارك لنا إحنا كمان. جايين. خلاص كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش. أنا أقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله هو ابن حضرتك؟ أيوه ابني. جاي على أربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي قوي. على آخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ أمه كانت مجنونة. مرة دخلت لقيتها ماشية على إيديها. ما خلاص كفاية لك تبع الله. اسمع عاد أنت وهو. أنا همشيها المرة دي عشان خاطر الحاج. أنتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافة. أي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم. الكلام ده لا مؤاخذة لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاوروا وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهيه الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات. لا ده احنا من هنا ورايح. وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول. الفلوس بتاعه البنك ده هتتوزع علينا 50-50 يعني نسبه 70-30 واي كلمه زياده مش هتخلص بالشياكه. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة وانا هطلع أأمن الرهاين اللي فوق معايا يا أكسر. يلا يا رجالة. مش قلت لكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك بمكانه. يا جماعة أنا غريب؟ في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك. ماجي برضو نبهولنا عليها جامد قالوا يتحرك من مكانه هنزعله قوي. برضو مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس. ما دي برضو قالونا عليها بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه انا كده ماليش دور استاذنك انا. لو سمحت. ايوه. انا عندي مشكله تاني. اصلا انا عيانه وباخد دواء ولو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف ايدك يا صالح. شفت ادي اخر فتحه صدرك يا شبع. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجلي على الارض. اشرح لنا بقى في فوائد البرشام. لولا الفردتين انت واخدهم دول ما كانش دماغك اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت. انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا. طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا وكفايه جدا اللي حصل. نمشي فين يا خالد وهو؟ يلا يلا عشان شريك الصرافه قلب عيشنا. احنا ما تخلي الزير. يلا ماشي. قلت لهم كل خزنة وليها مية. ايه اللي بترشه ده بين. فين التلفون؟ يحرقك. ايه اللي انت شفته يا زياد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحمد لله على السلامة يا نزيه بيه. الله يسلمك يا حضرة الضابط. احنا قبضنا على كل المتهمين في قضية سرقة البنك وعاوزين حضرتك ومجموعة من الرهائن تيجوا معانا القسم عشان نقفل المحضر. هما الأساتذة كانوا معاكم؟ ايوه عمرو وصالح موظفين عندنا في البنك. طب اتفضلوا معانا على القسم عشان نقفل المحضر. اسم ايه يا حضرة الضابط؟ لا صالح ابني بريء. دول اصلهم كانوا عايزين الفلوس على هو مين ده اللي بريء؟ هو فين ابنها؟ مش عارف حضرتك انا اول مره اشوفها. ما تشغلش بالك يا حضره الضابط دي امور عائليه. اتفضل معايا في الاسم بهدوء وبدون شوشره. انا هفهمك كل حاجه. اتفضل اتفضل. يا نهار
اللي انت عملتيه ده كنت هتوديني في داهيه. انا اللي هوديك في داهيه ولا انتوا كنتوا هتودوا نفسكم في داهيه وتضيعوا مستقبلكم؟ خلاص بقى يا حاجه، الحمد لله رب العالمين، ربنا عدها على خير. بصراحه كده يا زقرو كتر خيرك في اللي انت عملته معايا يا ابني. انا ما عملتش غير الواجب يا حاجه، انت في مقام امي برضه. يا نهارك اسود، انت بتقارني بامك بتاعه الفجر؟ انا شبه امك بتاعه الفجر اللي كانت بتبيع البانجو جوه الفجر. بس يا ماما عيب، يا ماما عيب، يا ماما يا حضرتك لا بتقتلها الولاده دي مش حاسه فيه البانجو. بس بص يا ست،